فعشان كده بقول لحضراتكم التجاهل والانكار والتكذيب لكل الوقائع اللي مش عاجباهم، هنا برضو العقليه لما بتكون في ازمه ومش مدربه على اداره الازمات يرفض ما لا يحب، يرفض ما لا يستسيغ. لا لا الكلام ده بتقول لا البر شرب، لا لا حبيبي ايه هيظبط، حبيبي عادل يعني حبيبي ايه هيظبط الدنيا. فمع انه كانت فعلا على راي واحد صاحبي برضه مثقف كبير كده يقول لك البركه كانت لابسه مزيكا، يعني احنا شكلنا شكل دوله اللي هو بيقول لك مزيكه حسب الله هو بيدخله 25 واحد كده اللي بيعزف فعليا اثنين ثلاثه والباقيين دول داخلين يتعشوا. فالبلد كانت لابسه مزيكا، البلد كانت شكلنا شكل دوله بس الباقيين دي مورش اشكال كده. عشان كده ساعه الجد اللي وقع واللي جري واللي سافر واللي